Just come with me and we'll fly above. It's amazing, so amazing. It's amazing. It was an honor النهاردة أبقى في ITW ودي مش أول مرة أبقى موجود. دي أول مرة أجي فيها ITW عامة. الإكسبيرينس كانت كويسة جدا. بصراحة أنا فوجئت أوي من التنظيم ومن الدنيا ماشية إزاي. أنا عاجبني جدا المكان. كنت متخيل إن أنا هاجي أتكلم مع ناس لسه ما سمعوش كتير أو يعني ما يعرفوش عن الموضوع ده وفوجئت هنا. انا بقى اللي اتعلمت منكم كتير ان في شباب كتير اشتغلوا في الموضوع ده وطلعوا حاجات جميله. احنا في النسخه العاشرة لاي تي دبليو خلال السنه ال15 لاي تريبل اي اليكس اس بي اجتهدنا جدا ان كل جزء في الايفنت يكون مميز، وده بالنسبه لنا كان التشالنج اللي احنا نقدر نوصل لاكبر قدر من الاستفاده للاتنديز. وان اهم التشالنجز اللي واجهتنا السنه دي هو ان الايفنت هيتعمل على مدار يومين بس، وده خلانا نكثف الشغل سواء شغل الفولنتيرز انترنلي او سواء على مستوى السيشنز والجاليري والوركشوبس، وده عشان نوصل هدف الايفنت للاتنديز ونوصل لهم ليتست تكنولوجيز في العالم. فقدمنا سيشنز بتناقش معظم التطورات التكنولوجيه الموجوده في عالم النهارده زي ال 5G والفيوتشر اوف درونز والليميتيشنز اوف ارتفيشال انتليجنس. حاولنا في السنه العاشره من ITW ان احنا نربط التكنيكال وركشوبس بالسيشنز زي الجيم ديفلوبمنت، وعملنا نون تكنيكال وركشوبس هاو تو ميك يور اون هولوجرام والليدرشيب سكيلز، ودي بتساعد الاتنديز على مواجهه التطور في العالم بشكل اكبر وكمان تنميه مهاراتهم الشخصيه. اما في الجاليري واللي هدفه الحقيقي هو تمكين الاتنديز من التفاعل الحقيقي مع التكنولوجيا اللي موجوده حوالينا في العالم، فعرضنا منتجات من شركات زي تاتشايزر وليفت وتيبا سولر ومشاريع تخرج طلبه في كليه هندسه.